أول ما أطلقنا مشروع مد إلى مؤتمر مد الأول، لأنه هذه هي القناة لتواجد الجميع وللقاء المشترك فيما بينهم وبحث القضايا العامة. مد واحد كان في 2018 الثالث والرابع، في نفس التاريخ ونفس الوقت استطعنا أن نطلق مد اثنين 2019 تحت عنوان التحول الرقمي الموريتاني أي مستقبل. لا حديث يعلو اليوم على التحول الرقمي في كل البلدان، دول متقدمة لا تريد أن تفقد صدارتها، الدول النامية تحاول أن تتدارك دول متقدمة، والسائرة في طريق النمو تريد أن تحجز مكانها في الثورة الصناعية الرابعة. لا شك أن موريتانيا لا نرضى لها كأبناء وكمهاجرين وككفاءات موريتانية في الخارج أن تظل في المؤخرة، لا بل بالعكس نريد لها أن تتقدم. فلذلك ارتئينا أن نطرح السؤال الأهم، هذا التحول الرقمي الموريتاني إلى أين؟ وفكرنا في إطلاق هذا المشروع أو النسخة الثانية، لأننا نريد أن تكون هذه النسخ معنونة دائما في كل سنة، لقاء سنوي للكفاءات، ولما لا لقاءين في السنة. الحديث الذي سيتم نقاشه اليوم هي السحابة الإلكترونية، إنترنت الأشياء، البلوك تشين واستخداماتها ليس فقط في البنوك ولكن في العقود المشتركة، غياب دور الوسيط واستعداد موريتانيا لهذا الغياب، البلوك تشين وأهميتها، الذكاء الاصطناعي وما تتحدث عنه الحكومات الذكية، كل ذلك أردنا أن نناقشه وأن نعطيه وأن نقدمه من موريتانيا، وهو الحديث الساعة في كل دول العالم. مجموع من سجلوا على الاستمارة الإلكترونية التي أطلقناها لمن يرغب في الحضور للمؤتمر هو 600 وأزيد، ولا زال التسجيل مستمرا لليوم الثاني أيضا، لنا غدا موعد إن شاء الله تعالى. حضر من الدياسبورا الموريتانية في الخارج تقريبا 50 موريتانيا في المهجر من خلال الاستمارات الإلكترونية، ومن خلال أيضا البيانات المسجلة في هذه القاعدة البيانات الرقمية تم إيصال الدعوات للجميع. هي فرصة استثناء، لأن هذه اللحظات هي اللحظات التي يختار فيها الموريتانيون العودة إلى وطنهم.